إنه هنالك اختلاف في النظرة حتى إلى الأمراض وتفسيرات الصحة المتعلقة بهذه الأمراض. دعنا نتحدث دكتور على الجانب النفسي والجانب العضوي. أنت قلت أن هنالك تداخل وتشاركية. هل فعلا الأمراض العضوية ممكن أن تتسبب باضطرابات نفسية والعكس صحيح؟ نعم، في شيء اسمه ما يسمى سابقا كان يسمى psychosomatic disorders أو الاضطرابات السايكوسوماتية أو النفس الجسمية، وحاليا يطلق عليها اسم الاضطرابات السايكوفسيولوجية، وهي التي قادت إلى اكتشاف هذه العلاقة الوطيدة. هي اضطرابات جسمية ذات منشأ نفسي، يعني سببها هو الاسترس. هنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، يعني كثيرا ما نخطئ في استخدام كلمة استرس، الضغط. الاسترس بشكل عام يعني في عندنا في منه إيجابي، يعني ليس بالضرورة أنه دائما الاسترس يكون مسبب للمرض، بل على العكس. الآن يطلق على مفهوم الاسترس مفهوم حديث اللي هو تشالنج، تحدي، صحيح. فمثلما الحاجة هي أم الاختراع، أيضا التحدي هو بوابة التقدم، قد يزيد من إنتاجية بوابة الفرد. التقدم ازدهار، صحيح. قد يكون التحدي هو مسبب، يعني مفعل معزز للصحة. فنظرتنا يعني الاسترس هو في عندنا الديسترس اللي هو ما يسمى بالعربي الكرب النفسي، وفي عندنا أي ستريس. الكرب النفسي سلبي، حتى ولو سلبي إذا أدركناه بشكل إيجابي سنخفف ونقلل من حدة وشدة تأثيره فينا. الإنسان هو عبارة عن يعني جسم زائد نفس، وفي تأثير متبادل بينهم متصلين وكلهم مع بعض. يعني الجسم لا يعمل بمعزل عن النفس، صحيح. والنفس لا تعمل بمعزل عن الجسم. فإحنا بننظر للإنسان دائما نظرة كلية، نظرة منظوماتية، وعبارة عن منظومة بيولوجية نفسية اجتماعية كلية متكاملة ديناميكية مفتوحة، صحيح. يعني فيه إنسان كبيرسوناليتي، وفي وسط محيط، وفي تأثير متبادل بينهم. يعني إذا حدث خلل يعني داخل هذه المنظومة زائد خلل في التفاعل المتبادل مع البيئة المحيطة المادية والاجتماعية، ستؤدي إلى ظهور اللي هو الاضطرابات الجسمية والنفسية. فأحيانا مثلا بكون عندنا في خلل جسمي معين نشعر في نفسيا، يعني أثر، يعني يؤثر في نفسيتنا. لذلك يقال أنه 50% من مرضى السرطان مصابين بمرض عقلي، هذه دراسة غربية حديثة. دكتور، تحدثنا عن المرض وعن الصحة والنظرة الحديثة إليهما. بعد هذه الأهمية الكبيرة، لماذا لا نولي الجانب النفسي اهتمام كما نولي الجانب العضوي؟ يعني الكثير منا قد يشك في نفسه بأنه يعاني من اضطراب نفسي ما لا يلجأ إلى الأخصائي أو المعالج النفسي ومقدمين الرعاية النفسية، في حين في حال شعر بصداع متواتر يصيبه ارتباك وخوف ويلجأ إلى أطباء الأعصاب والدماغ وغيرهم من التصوير بالأشعة الطبقية وغيرها من السبل الطبية التي قد تكشف عن وجود مرض ما لديه. ما هو السبب دكتور؟ مرة ثانية آيات أشكرك على يعني طرح مثل هذا السؤال المهم. هذا ثقافة، للأسف أنا بقول دائما يعني في الوطن العربي يعني نعاني من محو أميات كثيرة، أبجدية كانت، صحيح. ثم حاسوبية، والآن أعتقد أننا نعاني من شيء اسمه يعني آن الأوان لما يسمى محو الأمية النفسية. يعني الثقافة النفسية عندنا فوبيا دكتور. نعم، لا، في وصمة، وصمة عار، صحيح، وصمة عار، يعني وخاصة لا سمح ولا قدر أنه يعني صار في معرفة عند الناس عن، تعرف مجتمعنا ذكوري، أنه فتاة تتردد على مركز نفسي أو تمشي، حتى رأيناها تسير بجانب مركز أو عيادة نفسية، هذا يعتبر عار وعيب وكذا، بالرغم من أنه أنا أعتقد أنه الجانب النفسي رقم واحد، صحيح.